هنا في متحف الفن المعاصر في سان لويس بولاية ميسوري الأمريكية، تجمع عشاق القطط لحضور المهرجان الخاص بأفلام القطط، أي مقاطع الفيديو التي يتمحور موضوعها حول القطط، تماماً مثل سلسلة هنري القط الأسود. وجودي مع كل هؤلاء الأشخاص الذين يعشقون القطط أمر مذهل. سنشاهد جميع مقاطع الفيديو الممتعة ونقضي وقتاً طيباً معاً. المهرجان أسس في العام 2012، والآن أصبح هذا الحدث يستقطب مئات المشاركين الذين صوروا مقاطع فيديو طريفة لقططهم. أكثر من 300 مشارك تمكنوا من مشاهدة عرض مدته حوالي 73 دقيقة، أبطاله قطط ظريفة، البعض منها أصبح نجماً على شبكة العنكبوتية. نحن مندهشون حقا لاهتمام الناس الكبير بهذا الحدث ولحضورهم بأعداد كثيفة. تنوع الجمهور أمر مهم هنا في المتحف، لذلك نحن مسرورون فعلا باحتضاننا لهذا المهرجان الذي أصبح معروفا الآن. منتجو مقاطع الفيديو الخاصة بالقطط يعتمدون بالأساس على المحاكاة الساخرة وعنصر المفاجأة لجلب انتباه الجمهور، حتى أن بعض مقاطع الفيديو أصبحت تدور أموالا على أصحابها. إنها قطط مضحكة ولطيفة، وأعتقد أن الناس يرغبون في إضفاء صفة بشرية عليها. ألاحظ الآن أن هناك ثقافة كاملة خاصة بالقطط على الإنترنت. المهرجان الخاص بأفلام القطط يطوف عشرات المدن في الولايات المتحدة والكندا، وفي كل مرة تنظم مسابقة محلية لاختيار أفضل فيديو. كما يعد المهرجان فرصة لجمع تبرعات لصالح جمعيات الرفق بالحيوانات.